عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. خيبة أمل كبيرة رافقت الجماهير التونسية بعد انضمام اللاعب إسماعيل الغربي للكتيبة الإسبانية قصد مشاركته مع منتخب تحت 18 سنة ضمن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران بالجزائر، حيث تلقى اللاعب العديد من الشتائم من قبل الجماهير التونسية لعدم تمثيله لمنتخب تونس. لكن في حقيقة الأمر وحسب ما جاء في العديد من المواقع الصحفية فإن انضمام إسماعيل الغربي لمنتخب إسبانيا كانت مجرد بداية وخطوة أولى اللي باش تمهد له الالتحاق بالمنتخب التونسي. الفيديو هذا باش نقدمو لكم كل المعطيات حول الموضوع، لكن دعما منك اعمل جيم للفيديو، سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات ويلا بينا. حسب ما افادت به بعض التقارير الصحفيه فان لاعب باريس سان جيرمان قد حسم امره في تمثيل المنتخب التونسي في قادم الاستحقاقات، ولكنه خير حاليا الالتحاق بمنتخب اسبانيا للشباب، وذلك لعده اسباب منها عدم رغبه اللاعب في البقاء بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغم ما ابداه في الظاهر بانه يريد تجديد عقده مع النادي، ولكن اللاعب متيقن انه لن يكون له مكان في التشكيله الاساسيه للنادي الباريسي، وذلك لتعويل النادي على النجوم وعدم التعويل على الشبان، وخاصة بعد تجديد عقد اللاعب مبابي فقد أصبح من المستحيل على إسماعيل الغربي أن يبرز في نادي باريس سان جيرمان بوجود هذه الترسانة من اللاعبين النجوم في الفريق. اللاعب عنده الحق يخمم في مستقبله ويضمن أولا على عقد احترافي بل التحاقه بمنتخب تونس اللي يمكن بالطبع يكون تأثيرها سلبي في الوقت هذا على مسيرته الكروية، خاصة وأن عقد اللاعب إسماعيل الغربي ينتهي مع الفريق الباريسي نهاية هذا الشهر، ومن الصعب التجديد معهم، والمؤكد أنه حاليا يبحث على نادي آخر. ورغم ورود بعض المعطيات بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم باللاعب إسماعيل الغربي إلا أن هذا الأخير لا يستطيع التفاوض مع أي لاعب بسبب العقوبة التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة لمالك النادي رومان إبراموفيتش. لذلك أيضا أندية كل من ليفربول ودورتموند مهتمة بخدمات الغربي، لكن في الحقيقة ما فماش إلى حد الآن حاجة رسمية. لذلك بعض المتابعين والصحف المحلية أكدوا أن اختيار إسماعيل الغربي في الوقت هذا بالذات اللعب لصالح منتخب إسبانيا تحت 18 سنة هو للخروج من الضغط اللي مسلطته عليه فرنسا، من جهة أخرى للبو بروز ضمن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع المنتخب الإسباني وإثارة اهتمام بعض الفرق الإسبانية، خاصة وأن بعض الأخبار تقول أن نادي برشلونة الإسباني مهتم باللاعب، لكن في الحقيقة ما فهم حد شيء رسمي لحد اللحظة. إذن اللاعب إسماعيل الغربي لم يغلق بعد أبواب المنتخب التونسي، وإنما اللاعب قاعد يضمن على مستقبله أولا ويحمي في روحه من الفرنسيين اللي نعرفوه من الناس الكل كيف يحبوا يدمروا لاعب يوصلوا يعملوا أشياء ما تتخيلهاش. وأكيد بعد ما يخرج من البطولة الفرنسية فما كلام آخر، وقتها بالرسمي نحكيه على انضمام الغربي لمنتخبنا التونسي من عدمه ونأخذ موقف رسمي من اللاعب، لأن تمثيله لمنتخب الشباب مع إسبانيا يعتبر اختياره النهائي لجنسيته الرياضية. لهنا نكونوا كملنا الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش تعمل جيم للفيديو، اشترك بالقناة باش يوصلك جديدنا، وتوا نقولكم شوفوكم على خير.